بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سنة أولى كمبيوتر، إعداد وتقديم إبراهيم عبد الحميد، رقم التليفون 016-50-47-329، إيميل السلسلة firstyear_1988@yahoo.com. فريق العمل أحمد شفيق ندى. اهداء إلى جدتي وإلى كل الذين أحبوني وكل الذين أحببتهم، يحشر المرء مع من أحب. النهاردة نتكلم عن شرح برنامج النيرو. شرح برنامج النيرو. النيرو برنامج شهير جدا لنسخ الأسطوانات، يعني بيبقى عندك أسطوانة فاضية وعايز تنسخ عليها حاجات من على الكمبيوتر بحيث إنك تحتفظ على الأسطوانة دي. النهاردة نشرح برنامج النيرو. تاريخ النهاردة الحد 8 نوفمبر 2009، 20 ذو القعدة، 1430. حلقة النهاردة ترتيبها من الحلقات 57. نخش بقى في موضوعنا. بالنسبة لتصميم برنامج نيرو، طبعا نيرو بيبقى احيانا كتير بيبقى جاي مع الاسطوانة بتاع السي دي، بتاع السي دي رايتر اللي انت شاريه او الدي في دي رايتر اللي انت شاريه، بيجي معاه اسطوانه النيرو. الشركه غالبا بتبقى متعاقده على شركه نيرو، بتديها الاسطوانه وانت بتشتري الدي في دي رايتر او حاجه زي دي. ما كانش بتجيب الاسطوانه من عند حد او حاجه زي كده، المهم يعني، او بيكون البرنامج عندك على الجهاز وتسطبه. هنشوف عمليه البرنامج النيرو ده، هنشوفه من اول عن موضوع التسطيب لحد ما شاء ربنا سبحانه وتعالى. حطينا الاسطوانه في قلب ال في قلب السي دي او الدي في دي اللي عندك، وبعد كده بنعمل انستول. بالنسبه للنيرو اللي احنا هنشرحه ده فيرجن 6، طبعا هو نزل بعد فيرجن 6 دي فيرجنات كتير، بس انا شايف ان 6 فيرجن بسيط وسهل ممكن تتعلم عليه. الحاجات التانيه اللي في الفيرجنات التانيه موجوده في 6 برضه، ويعني هم زودوا شويه اوبشنز بس مش مهمه قوي، ولو كانوا زودوا حاجه مهمه ممكن نبقى نستعرضها بعد كده، يعني ايه، في حلقه عن الاختلافات ما بين الفيرجنات المختلفه او الاصدارات المختلفه للبرامج. دلوقتي انت عايز تسطب برنامج النيرو، فانت دلوقتي قدامك كل الحاجات دي، ممكن تسطبها حاجه حاجه وممكن تضغط على ده ويسطب لك الثلاثه الاساسيين مع بعض. برنامج النيرو ما بيبقاش جاي بس البرنامج، انا هضغط على ده هيبدا عمليه التسطيب. برنامج النيرو ما بيبقاش جاي البرنامج بس لوحده، بيبقى البرنامج النيرو بتاع نسخ الصوت لوحده، لا ده هي الشركه كمان عامله برنامج ميديا اللي هو بيشغل حاجات الصوت والصوره، وعامله برامج تانية مرفقه معاه. ماشي، طبعا ضغطنا نيكست، هنا بقول له اي اكسبت، بقول له نيكست نيكست. المفروض عندك هيمشي اسرع من كده، لان الاسطوانه اللي عندي قديمه شويه، فهو يمكن يكون بيتعطل حبه لان الاسطوانه قديمه، فمضايقه ال دي في دي في قرايه الاسطوانه نفسها. اتكلمنا طبعا قبل كده عن الاسطوانات. برنامج نيرو بينسخ الاسطوانات السي دي والدي في دي بكل انواعها اللي ذكرناها قبل كده. ممكن ترجع للحلقات المختلفه بتاعت سنه اولى كمبيوتر، زي حلقات شرح مكونات الجهاز والحاجات اللي زي ديت، او تعرف اساس الكمبيوتر والحاجات اللي عن المواضيع ديت. هتلاقي ان احنا قلنا انواع الاسطوانات المختلفه واشكال واحجام الاسطوانات الشائعه في السوق، انه بينسخ جدولك كلهم بيتعامل معاهم. ففي نوعين رئيسيين سواء في السي دي او في الدي في دي، اللي هي النوع اللي هو الاسطوانه العاديه خالص، انت بتشتريها بتنسخ عليها مره واحده فقط. يبقى في اسطوانه انت بتنسخ عليها مجرد مره واحده بس. في اسطوانه ده اسمها ريرايتابل، اسطوانه ريرايتابل سواء في السي دي او في الدي في دي، بتتنسخ عليها. يعني ايه؟ يعني بتنسخ، يعني بتحط عليها الحاجات اللي انت عايز تحتفظ بيها، بتنسخها مره وممكن بعد كده تمسحها، وبعدين ترجع تنسخ تاني، وبعدين ترجع تمسح. يبقى انت كده متاح لك انك تنسخها وتمسحها اكتر من مره. عمليه النسخ دي احنا بنسميها الحرق، يعني هو حالا وانت بتعمل الاسطوانه يقول لك ايه، تحرق الاسطوانه اللي هو البيرن. بيرن اللي هو ايه، تحرق. بعد ما تحط الحاجه تقول انا عايز انسخ كذا وكذا 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 وكذا، ممكن تحرق
للصوانة زي ما هو قايل. الصوانة هتبدأ في عملية النسخ الفعلي. دلوقتي في حاجة مهمة جدا، وهي ان ممكن انسخ على الجهاز العادي بالويندوز من غير ما يكون عندي نيرو. ايوه ممكن، بس النيرو بيتيح لك اختيارات اكتر. ليه بقى؟ النيرو بيسمح لك تنسخ اكتر من نوع من انواع الاسطوانات. طب الانواع دي زي ايه؟ اول نوع اللي هو الداتا، اسطوانه الداتا اللي هي الاسطوانه اللي هتحط عليها كل انواع الداتا، اللي هي سواء كانت كتب او فايلات او جيمز او حاجات فيديو او حاجات صوت او اي حاجه من هذا القبيل من اللي موجود عندك، او برامج تقدر تنسخها. الاسطوانه اللي بنسميها داتا سي دي، دي الاسطوانه بتشغلها من كمبيوتر لكمبيوتر، يعني بتاخدها من على الكمبيوتر بتاعك تشغلها عند كمبيوتر واحد تاني، او تحتفظ بالحاجه دي وتشغلها على الكمبيوتر بتاعك تاني، حاجات زي كده. انما في اسطوانات نوع تاني اسمه الاوديو سي دي. اسطوانه الاوديو سي دي دي الاسطوانات اللي انت بتشتريها من المحلات، اللي هي الاسطوانه بتاعتنا ما يكون مساحتها، لما يكون مساحتها 700 ميجا، لما يكون مساحتها 700 ميجا يبقى قدرتها على انها تسجل الصوت 80 دقيقه، قدرتها على انها تسجل الصوت 80 دقيقه، يعني زي شريط التسجيل كده اللي هو الاصل بتاعه ان هو المفروض بيسجل ساعه. المهم طبعا ده ممكن تزود في شريط التسجيل وتلاقي الشرايط اكتر من ساعه. فالاسطوانه بتاعتنا لو هي اسطوانه اوديو هيبقى ملناش دعوه بتشيل كام ميجا، بس هنا دعوه بطولها الزمني يبقى 80 ايه؟ 80 دقيقه. كويس؟ ايه فايده بقى موضوع الصوت الاوديو والبتاع دي؟ الصوت الاوديو هي الاسطوانات اللي بينزلوا عليها الايه؟ حاجات الصوت اي حاجه ممكن تنزل صوت، عشان مثلا تشغلها في العربية أو حاجة زي كده، تقدر تنسخها من على الجهاز بدل ما تشتريها. يعني لو عندك على الجهاز وانت مش عايز تشتريها من بره تاني، ممكن تاخدها من على الجهاز وتنسخها اوديو، حاجة تسجيل صوت معين عايز تحطه على الاسطوانة وتشغله عندك في العربية. طيب هل ممكن اشغلها على الكمبيوتر؟ اه ممكن اشغلها على الكمبيوتر، بس الاسطوانة في الحالة دي بتشتغل لوحدها، يعني تحط الاسطوانة تقل ايه الحاجات تشتغل، لان دي اسطوانة اوديو ما بتسألكش عايز تشغل ايه، ولا بتستنى اوامرك، بتشتغل لوحدها. كذلك في اسطوانات فيديو بتشغل حاجات الفيديو لوحدها. صوت الفيديو دي اللي احنا بنشغلها على الدي في دي، صوت الفيديو ديت اللي هو الدي في دي لما تبقى موصله بالتلفزيون وعايز تشغل حاجه، بتحط محطه البتاع تلاقي الفيديو ايه، محطه الاسطوانه تلاقي الايه الفيديو اشتغل. يبقى انت عندك داتا دي لازم من كمبيوتر لكمبيوتر، انما اوديو ديت من الكمبيوتر بحيث ان انا عايز اشغلها في الايه، في التسجيل بتاع العربيه اللي هو مشغل الاسطوانات البلاير بتاع العربيه، او البلايرز التانية مش شرط بتاع العربية. وينفع طبعا تشتغل على الكمبيوتر، كلهم بينفعوا يشتغلوا على الكمبيوتر. والفيديو عشان اشغلها على الدي في دي، انا عايز انسخ حاجة مثلا حلقة مثلا اولى كمبيوتر ديت معمولة هي فيديو عايز اتفرج عليها على الايه تلفزيون، او عايز احط على الكمبيوتر على الصوت عشان اتفرج عليها على الايه تلفزيون، مثلا ما عنديش كمبيوتر او الكمبيوتر بتاعي اتعطل او اي حاجة. خلاص معنى كده خدنا الانواع المختلفة للاسطوانات والاشكال المختلفة للتعامل مع ايه، مع الداتا. بالنسبة للحاجة اللي احنا كنا بنقول عليها ان انت تقدر تنسخ من غير ما تعمل بتاع، هنقول بس ان انا لو دخلت على اي فايل من الفايلات اللي عندي، اي فايل وليكن مثلا ماي بيكتشرز، وعملت له كليك يمين، انا عايز انسخ من غير ما استخدم النيرو، يعني انا ما عنديش النيرو على الجهاز عايز انسخ. مين ده؟ المهم اي فايل انا هجرب عليه بس، وقلت له كليك يمين سيند تو، وعملت له سيند تو لمين؟ اللي هو سيند تو يعني ارسله لمين؟ اه هو المشكله دلوقتي ان طب لما تشيل الاسطوانه الاول، الاسطوانه بتاع النيلو موجوده في السي دي يعني. طيب دلوقتي احنا خلصنا تصيب النيلو والنيلو موجود قدامنا اهو. كويس، اقوم ضغط عليه كده، اقوم داخل هنا طالع واقف على ده واعمل له ايجكت عشان اطلع للصوان. في سؤال يمكن يروض البعض يقول لك هو انت عندك 2 دي في دي، طب ايه لازمتها؟ ده دي في دي وده دي في دي. لا هقول له لا، ده الدي في دي الحقيقي، ده دي في دي فيرتشوال، يعني دي في دي تخيلي. في برامج بنسطبها
بتعمل كأن عندي دي في دي وانا ما عنديش. طب ايه فايدة ده؟ ينفع يشغل الاسطوانة؟ لا ما ينفعش يشغل لك اسطوانة، اسطوانة حقيقية، انما ينفع يشغل لك اسطوانة وهمية موجودة على الجهاز. يعني انا عندي ده الدي في دي الحقيقي بيشغل الاسطوانة اللي انت بتشتريها من عند الراجل، كويس؟ الاسطوانة اللي انت بتشتريها من عند الراجل ديت في طريقة لان انا احطها على جهاز الكمبيوتر زي ما هي بالظبط، على الاسطوانة احطها على جهاز الكمبيوتر واسيبها على الاسطوانة زي ما هي. ففي الحالة دي بتحتاج برنامج للفيرشوال سي دي او الفيرشوال دي في دي يشغل اسطوانات الدي في دي او السي دي التخيليه اللي هي موجوده عندك على الجهاز، ها، ويشغلها كانها موجوده على اسطوانه حقيقيه. فانا عندي في الحقيقه دي في دي واحد والتاني ده تخيلي مش موجود، بس لما باجي عندي حاجه انزلها من على النت مثلا اسطوانه وهميه زي ما احنا بنسميها، انفع اشغلها من هنا بقى، اشغلها كانها اسطوانه حقيقيه بالظبط، اللي احنا بنطلق عليها اسطوانات الايزو. اشهر امتدادات الموضوع ده بيقول لك ايه؟ اسطوانه ايزو. زي ما قلنا اسطوانات الايزو اللي هي ايه؟ بتعمل الموضوع ده. نرجع للفكره اللي انا كنت عايز اعملها حالا، وهي ان انا عايز انسخ على السي دي ده اهو من غير ما يكون عندي الايقونه بتاع السي دي دي، عايز انسخ عليها من غير ما يكون عندي اصلا نيرو على الجهاز، ما سطبتش انا النيرو. طيب وليكن الفايل ده بتاع سي في، ماشي اهو، هتلاقي تحت ظهر لك ايه؟ يو هاف فايلز ويتنج تو بي ريتن تو ذا سي دي، يعني انت عندك فايلات عايزه تتنسخ على السي دي. بقوم انا عامل ايه بقى في الحكايه ديت؟ لازم دلوقتي انا السي دي بتاعي فاضي، دلوقتي انا دخلت عليه هلاقي الفايل ده موجود، الفايل ده موجود بشكل باهت كده كانه مخفي، بيقول لي ان انا عايز اتنسخ على اسطوانه. فانت في الحاله دي لازم تكون شاري اسطوانه فاضيه من عند الراجل تحطها في قلب السي دي دلوقتي، كويس؟ اما تحطها في قلب السي دي دلوقتي هتتقري وهجي لك الويندو بتاعتها، هتقفل الويندو بتاعتها وتخش هنا، كويس؟ لما تخش هنا بقى عايز انسخ الفايل ده او مجموعه فايلات، ممكن اجيب كذا فايل بنفس الطريقه، اخش على الفايل كليك يمين سند تو او دي اللي عند الاسطوانه. فانا حطيت هنا مجموعه الفايلات او الفايل اللي انا عايزه وعايز اكتبه بقى على الاسطوانه او احرقه على الاسطوانه، بلاقي هنا رايت ذيس فايلز تو سي دي، بس لازم اكون حاطط الاسطوانه الفاضيه خالص اللي هي الامتي سي دي، الاسطوانه الفارغه اكون حاططها دلوقتي. وبعدين طيب فرضنا ان انا في فايلات رجعت في كلام مش عايز انسخها، بعلم على الفايل واقول له ديليت تمبوراري فايلز، يعني ايه؟ امسح لي الفايلات المؤقته اللي موجوده هنا، خلاص. دي طريقه من طرق النسخ اللي هي في ايه، في اسوأ الظروف لما تكون محتاج تنسخ من غير نيرو تنسخ بالويندوز. بس طبعا النسخ من الويندوز يعني ايه، مش كويس قوي، يعني افضل دايما النسخ من نيرو، له مشاكله قصدي. يعني نرجع لموضوعنا، عايزين دلوقتي نشتغل مع النيرو. النيرو له واجهة سهلة جدا للتعامل، هي دي الواجهة اللي هنبص عليها. لو جبنا هنا النيرو ستارت سمارت ده وضغطنا على الأيقونة اللي هي بتشغله من هنا، طبعا من بروجرامز، من اول بروجرامز ستارت اول بروجرامز، هنلاقي النيرو هو مسطب وهنلاقي كل الحاجات اللي تابعه ديت، ها، وده النيرو ستارت سمارت برضه. اول حاجه لما بتضغط على علامه النجمه ديت، علامه النجمه رمز في الكمبيوتر للفيفورتس، الحاجات المفضله بالنسبه لك، بيجيب لك اكثر الحاجات شيوعا في التعامل مع الكمبيوتر، يعني اكثر في التعامل مع الاسطوانات قصدي. يعني دوت الخمس حاجات دوت هم اكثر حاجات احنا بنتعامل فيهم لما بنسخ اسطوانات. اول حاجه ميك داتا سي دي، يعني انا عايز اعمل اسطوانه داتا اللي قلنا عليها، اللي انا عايز انقل عليها اي حاجه على الكمبيوتر، اي حاجه موجوده، كتاب، اي حاجه، كتاب، اي صور من صور الداتا، كتاب، برنامج، فيديو، صوت، اي حاجه، تمام. اوديو سي دي اسطوانه هخليها للصوت بس، اسطوانه صوت بس، ومش كل انواع الصوت كمان، بعض انواع الامتدادات بتاع الملفات الصوتيه زي الامتداد الشهير جدا الام بي 3، ده من اشهر الامتدادات اللي بتقبل في الحاجات دي، يعني بمعنى ادق يعني امتداد الام بي 3 ده من كتر شيوعه ما بيترفضش في اي حاجه. انت دايما لما تحاول تنسخ حاجه او تنزلها من او كده نزلها ام بي 3 بسبب جوده الصوت ده اولا، ثانيا لان هي هيبقى سهل بقى نسخها على الصوت او تعامل معاها باي شكل من الاشكال. بعد كده ميك فيديو سي دي اللي قلنا عليها ان انا اعمل ايه،
صورات فيديو، مش كل انواع ملفات الفيديو برضو، لا ده ملفات بامتدادات معينه. طبعا مفترض ان احنا هندخل فيها على موضوع الامتدادات ده، كنا اتكلمنا فيه قبل كده في الحلقه بتاعت يعني ايه برنامج اظن. وكنا قلنا ايه امتدادات، انواع الملفات والحاجات زي ديت، ويعني ايه امتداد وكده. يمكن برضو نبقى توسع في الموضوع ده قدام، لان موضوع الامتداد موضوع كبير، والبرامج اللي بتشغل الامتدادات ديت ايه، ده مساله بتحتاج خبره شويه. بعد كده كوبي سي دي. كوبي سي دي دي حاجه مهمه قوي، وهي انك عندك اسطوانه مليانه واسطوانه فاضيه، اسطوانه مليانه محطوط عليها اي حاجه واسطوانه فاضيه، عايز تنقل الحاجات من الاسطوانه المليانه للاسطوانه الفاضيه من غير ما تحطها على الكمبيوتر، فاهمني؟ يعني انت عايز تنقل الحاجات من الاسطوانه المليانه للاسطوانه الفاضيه من غير ما تحطها على الكمبيوتر، مش عايز تنقلها بقى، لا يعني عايز تاخد منها نسخه توديها للاسطوانه الفاضيه، لكن الاصل هيتاني زي ما هو خلاص. فبتعمل ايه؟ بتقوم جايب له الكوبي سي دي ده. هنشوف حالا الموضوع، احنا هنتعرف على الحاجات الاول وبعدين هنشوف الموضوع ده. عايز تعمل الموضوع ده، فتقوم جايب له الكوبي سي دي وماشي مع الخطوات. احنا كده كده الحاجات كلها عامله زي موضوع التصطيب، كلها نيكست وكلها حاجات سهله، يعني مش محتاجه حد يعلمها لك، بس اهم حاجه تكون عارف كل اوبشن من دول بيعمل ايه. هتقوم ضغط على الكوبي سي دي كويس، وحاطط له الاسطوانه المليانه الاول، هياخد منها نسخه وهميه يعينها عنده، هياخد منها نسخة وهمية عينها عنده. وبعد كده أول ما يخلص نسخها هيقول لك إيه؟ يقول لك إيه، حط لي بقى الأسطوانة الفاضية. فأنت تقوم مطلع له الأسطوانة المليانة وتقوم حاطط له الأسطوانة الإيه؟ الفاضية، وتضغط له أوكي. يبدأ بقى ياخد النسخة الوهمية اللي كانت عنده أو النسخة المؤقتة ديت، يحطها على الأسطوانة الفاضية. ميك فيتوس مو ميك فوتو سلايد شو، اللي هو أنا عايز أعمل أسطوانة في سي دي، اللي هي ايه، اسطوانه عباره عن مجموعه صور بتتحرك ورا بعضها، يعني ايه صوره تروح صوره تيجي، يعني عندي مثلا 1000 صوره ليه، عايز احطهم كلهم مع بعض بحيث ان انا احط اقدر اشغل الاسطوانه ديت في اي حاجه، ممكن اشغلها في الدي في دي. يعني عندي مجموعه صور ليه مثلا بتحمل ذكريات معينه، وانا عايز اشغلها على الدي في دي، مش عايز تبقى موجوده على الكمبيوتر، او عايز احطها على الاسطوانه او كده، فبقوم ناسخها بالحكايه ديت ومختار الانواع الصور. طبعا لو بصينا فوق هنلاقي في حاجه اسمها هنا سي دي وفي حاجه اسمها دي في دي. لما اكون انسخ اسطوانه سي دي اهي، لما اكون انسخ اسطوانه دي في دي اهي كويس، حسب نوع الاسطوانه اللي انا هشتغل بيه. بعد كده هنلاقي الداتا. شوف هنا في حاجه اسمها ميك اوديو اند داتا، يعني اسطوانه ايه مخلطه من ده على ده، اوديو اند داتا. ميك بوتابل ديسك، ميك بوتابل ديسك ديت لما انا بحتاج ان انا اعمل اسطوانه بوتابل. اسطوانه بوتابل هي اسطوانات ايه، اسطوانات النسخه ان انا بسطب بيها النسخه، فبعمل عن طريق الاوبشن ده اسطوانه بوتابل. يعني طب احنا عارفين يعني ايه بوتابل؟ لا ما اظنش احنا قلنا قبل كده. بوتابل يعني اسطوانه وانا داخل على الجهاز بتقوم الجهاز بحيث ان انا نازل نسخه، يعني بتعملوا عمليه بوتنج عشان الجهاز يقوم عشان ينزل النسخه. بعد كده الاوديو، عندك اوديو سي دي، بلاي اوديو هنا اصلا عشان لو انت عايز تشغل صوت، لو انت عندك على الجهاز او على الصوانه صوت وعايز تشغله. ام بي سي ديسك، ده الام بي سي بس، واما ديسك اللي هو للدبليو ام اي ديسك الامتداد واما ده، ميك نيرو ديجيتال اوديو ديسك يعني الصوانه المخصوصه للنيرو، ميك اوديو اند داتا سي دي برضو تمام، الفيديو فيديو سي دي، سوبر فيديو سي دي. الحقيقه مش فاكر اول فرق ما بين الفيديو سي دي والسوبر فيديو سي دي ايه. الفوتو سلايد زي ما قلنا، كابتشر فيديو، كابتشر فيديو يعني انت موصل البتاع بتاعك الجهاز بتاعك بكاميرا، وعايز تاخد الكاميرا الصور من على الكاميرا او الحاجات دي من على الكاميرا، فتقول له كابتشر يعني القط، سجل لي اللي الكاميرا ده بتصوره. بلاي فيديو وريكورد تي في شو. نرجع لموضوعنا، ريكورد تي في شو ده علشان تسجل تسجل التي في شوز اللي هي برامج البرامج اللي بتتعرض في التلفزيون، تسجلها عن طريق البتاع ده، يعني انت بتوصل بالتلفزيون وبتسجل عن طريق البتاع ده، يبقى ده بتوصله بالكاميرا، كابتشر فيديو بتاع الكاميرا وريكورد تي في شو تمام. وبعدين ميك ميني دي في دي برضه مفيش فيه فرق. لا لا هو كاتب اهو، كاتب انك ان ميك ميني دي في دي يعني هتعمل اسطوانه دي في دي
صغيره، بس الصوانه دي سي دي، يعني الصوانه المحتوى اللي موجود عليه محتوى كانه دي في دي، كويس. انما هي الصوانه ايه، سي دي. كوبي اند باك اب، ده كوبي ديسك وده بيرن ايمج تو ديسك. يعني انت هنا بتنسخ، افهمك ازاي الموضوع ده. اللي الصوره من بره عليها مكان كده بيلمع، والمكان ده ما بيلمعش، المكان اللي بيلمع ده، المكان اللي ما بيلمعش كمان ممكن تعمل له ايمج، تبرن عليه ايمج اللي هو تحرق عليه صوره، يعني ترسم عليه صوره معينه، ماشي. وده كوبا سي دي اللي احنا قلناه قبل كده، بن ايمج ده ودورنا عليه. هنا بقى احنا نناقش شويه حاجات. بيقول لك اختار الايمج وبعد كده اوبن وبعد كده مش عارف ايه، تمشي مع الخطوات تلاقي نفسك ايه، شفت موضوع البرن ايمج ده. كديدك هنا اسم الحاجه اللي هتتنسخ عليه، هدفه ايه من الموضوع ده، ان الصوره تكون مميزه، تمام. بس لازم السي دي او الدي في دي بتاعك يكون بيدعم الخاصيه ديت، الاضافات اللي موجوده هنا، السيستم انفو ديت معلومات، وتيست درايف ديت لو انت عايز تختبر الدرايف بتاعك اللي هو السي دي او الدي في دي بتاعك تختبره، الاريز ديسك اللي هو لو انت عندك الاسطوانه بتاعتك رايتابل وبعدين كتبت عليها اسطوانه رايتابل، يعني بتكتب وبتمسح، فقمت حطيتها في البتاع بعد ما كتبت عليه وعايز تمسح كل عليه، اريز ديسك تبقى زي الاستيكه اهو، حتى مرسوم على استيكه، تقوم ماسح كل الحاجات اللي عليه وتقوم ايه مفضل الصوره ترجع فاضيه زي الاول، بعد كده تبدا تنسخ عليها تاني. ميك ليبل اور كفر، ميك ليبل اور كفر بيخليك تعمل لا يبقى ده انا غلطت هنا، يبقى بين ايمج تو ديسك ده لا 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 انا لخبطت بينهم، اسف. هقول بقى اللي انا كنت عايز اقوله، ميك ليبل اور كفر ده اللي هو لما السي دي بتاعك بيكون بيدعم خاصيه انك تحرق على الاسطوانه من بره على الجزء اللي هو ما بيلمعش، على الجزء اللي هو فاضي ده مش مكتوب عليه حاجه، تكتب عليه مثلا اسمك، تكتب عليه اسم الاسطوانه، تعمله كفر بتصميم معين، كويس. الحكايه دي بتحصل ازاي؟ ان انا بنسخ على الاسطوانه، بحط الاسطوانه الجزء اللي بيلمع لتحت والجزء اللي ما بيمنعش لفوق، كويس. طيب بعد ما بكون عايز اعمل كفر بعمل ايه بقى، بقوم مطلع الاسطوانه واقوم قالب الاسطوانه، اخلي الجزء اللي بيلمع فوق والجزء اللي ما بيمنعش تحت، واقوم مدخله السن بتاع الاسطوانه اللي انا سخت بالاسطوانه نفسها، هو نفس السن اللي هو هيعمل لي على الاسطوانه كفر، هيعمل لي على الاسطوانه رسمه، او هيعمل لي على الاسطوانه اسمها، او هيعمل لي على الاسطوانه ايه بيانات. ده طبعا اللي الشركات بتستخدمه عشان تعمل لك الاسطوانه بالشكل اللي بيوصل لك، اللي مثلا اسطوانه النيورو موجوده بالشكل ده مكتوب عليها من بره ايه، مكتوب عليها من بره نيرو، كويس. نيجي بقى لده، بيرن ايمج تو ديسك اللي هو ايه، اصوم على الاسطوانه الايمج اللي انا كنت بقول عليها في الاول، اللي هي الديسك ايمج، اللي هو يعني ان انا خدت نسخه من واحد، خد نسخه من الاسطوانه، كويس، بتاعت اللي موجوده عندك، يعني اي اسطوانه خد منها نسخه زي ما هي كاسطوانه، فخدها وحطها بامتداد اللي هو الشهير جدا اللي اسمه ايزو ده، تمام. دي اسمها ديسك ايمج، ان انا خدت الصوره طبق الاصل من اسطوانه حطيتها عندي على الجهاز وبعدين رفعها النت، كل الناس عملت لها داونلود، بقت عند كل الناس، بس عندهم ايه، عندهم اسطوانه على الجهاز، عندهم اسطوانه على الجهاز، يجوا يشغلوها قدامهم. حل من اتنين، الحل الاولاني ان هم يعملوا الخيار اللي قدامك ده اللي هو بن ايمج تو ديسك، اللي هم ينسخوا الاسطوانه اللي موجوده على الجهاز ديت على اسطوانه حقيقيه ويشغلوها عن طريق الاوبشن ده، كويس. الحل التاني ان هما ما يعملوش كده، لكن يعملوا ايه، يجيبوا برنامج من البرامج الكتير قوي اللي بتشغل الاسطوانات الايه الايزو ديت، بحيث ان هما يشغلوا الاسطوانه على الجهاز برضو من غير ما يحرقوها في اي حته تانية. بعد كده كنترول درايف سبيد وديسك انفو، حاجات كلها حاجات اوبشنز عاديه، دي في دي تقريبا برضو نفس الحاجات اللي في السي دي، مفيش جديد يعني. هي بقت نفس الحاجات طبعا، بس كان على سي دي، بس نفس الحاجات بتاعت الدي في دي، بس ايه، نفس الحاجات بتاعت السي دي بس على دي في دي. نيجي هنا بقى ازاي انا بنسخ الصوانه، بقوم جايب مثلا اي اوبشن من دول ضغط عليه كلهم زي بعض، يقوم فاتح لي البتاع ده، اقوم ضاغط له على اد، اقول له الحاجات اللي انا عايز اضيفها، ابدا اختار الحاجات اللي انا عايز اضيفها، مثلا انا اقول افرض اهو
مثلا يعني، واقول له اد كويس. طيب لو انا عايز اضيف 3 4 حاجات بقوم معلم عليهم كده وضيفهم اد، اضافه عندي اهو. طول ما انا بضيف اقوم فاتح البتاع ديت واقوم ضاغط هنا واقوم جايب الديسك توب، ومن الديسك توب اقوم جايب ماي كمبيوتر، وماي كمبيوتر اقوم داخل جوه ماي كمبيوتر وجايب الحاجات اللي انا عايزها اهو. هنا اقوم داخل جوه ماي كمبيوتر، داخل جوه السي، داخل جوه الدي، ضايف الحاجات اللي انا عايزها كلها كويس. بعد ما ضفت الحاجات دي كلها، كل حاجه علم عليها وقاد، علم عليها وقاد، علم عليها وقاد، بعد كده بقول له فينش ان انا خلصت اضافات. ببص هنا الاقي ان الاسطوانه بتاعت السي دي اصلا مساحتها كام؟ مساحتها 700 ميجا، فهنا كاتب لي 600 ميجا وهنا 800 ميجا، وعامل لي خط احمر منقط اهو. ده دليل على ان ده 700، يبقى انا ما اقدرش اتخطى الخط الاحمر المنقط ده كويس. لو اسطوانه دي في دي هتلاقي الخط ده مفتوح معاك لحد 4.5 جيجا او 4.7 من 10 جيجا زي الاسطوانه دي في دي. لو الاسطوانه دي في دي مساحتها اكبر من كده كمان، يعني كل اسطوانه على حسب الاسطوانه بيكون الخط ده موجود ايه معاك كويس، اللي هو على حسب مساحه الاسطوانه يعني. المهم دي انا ناسخ لحد دلوقتي كام، او انا عايز انسخ 400 ميجا. ما دام اقل من 700 يبقى هيمشي، انما ازيد من 700 يبقى مش هيرضى ينسخ. طيب بعد كده انا بعمل ايه؟ بعد كده انا بعمل نيكست. بعد ما بعمل نيكست باجي من هنا اهو. انا طبعا لو عندي اكتر من سي دي او دي في دي بقوم ضاغط على بقوم ضاغط على عليه كده، يعني انا لو عندي اكتر من سي دي او دي في دي بختاره من هنا. انا عارف بقى ان هو السي دي الاولاني اسمه اي، تاني اسمه جي، تالت اسمه اف، حاجات زي كده يعني كويس. السرعة اللي هنا هو بيحددها لي، غالبا بيحددها على السرعة لوحده. الاثنين دول بيعملوا ايه؟ الاثنين دول الخيار الاولاني allow files to be added later اللي هو المالتي سيكشن ديسك، اللي هو ايه؟ بعلم انا عليه صح ليه؟ علشان لو انا الاسطوانه بتاعتي ديت، هو الخيار معناه ان انا ينفع انسخ على الاسطوانه على كذا مرحله. مالتي سيشن يعني ايه؟ يعني انسخ على انسخ الاسطوانه كذا مرحله، بمعنى ان انا دلوقتي عندي الاسطوانه اهي نسختها 400 ميجا، اخلي انسخ 400 ميجا دوت على الاسطوانه، بحيث ان انا بعد كده لو حبيت اجيب نفس الاسطوانه وانسخ عليها ال 300 تانيين اعرف ان انا لو انا شلت علامه الصح يبقى مش هعرف انسخ ال 300 تانيين. يبقى انا بقول له وانت بتنسخ الاسطوانه تخلي بالك ان انا صحيح مش هنسخ الاسطوانه كامله دلوقتي، هنسخ 400 ميجا فيها بس، واسيب 300 لسه ما نسختهمش. لما اعلم على الخيار ده يبقى هو يسمح لي المره الجايه لما اجي انسخ ال 300 ان انا انسخه، انما لو شلته يبقى هو مش هيسمح لي ان انا انسخه، ما يخلي ال 400 يتفردم في قلب ال 700، يبقى 400 يتفردوا في قلب ال 700 وانا مش هعرف انسخهم. فيرفاي داتا اون ديسك افتر بيرنينج يعني ايه؟ ودي اتعلم عليه برضو ان هو ايه؟ شيك على الداتا يعني يفحصها بعد ما تتنسخ على الاسطوانه. ده خيار تاكيد يعني ان هو ايه؟ يتاكد ان الداتا وصلت للاسطوانه سليمه، لان احيانا وانت بتنسخ الاسطوانه بتتحرق وبتبوظ قبل ما الداتا تتحط عليها، تلاقي الاسطوانه موجود عليها 2 3 ميجا ومحروقه بايظه، ودي حاجه عاديه يعني من كل كام اسطوانه كده لازم يتحرق منك واحده او حاجه زي كده. ما تقولش ساعتها ان السي دي باظ او الدي في دي باظ، ده تبقى حاجه كده بتحصل ايه غصب عن السي دي او الدي في دي او غصب عنه. من هنا ممكن تكتب اسم الاسطوانه، تكتب الاسم اللي انت عايزه، تمسح الاسم ده الماي ديسك ده وتسميها الاسطوانه الاسم اللي انت عايزه، عشان اول ما تتحط على في السي دي تجيلك في قلب الماي كمبيوتر بالاسم اللي انت عاوزه. بعد كده بنضغط ايه؟ بيرن. اول ما بتضغط بيرن بقى بيقعد يعمل يجري عمليه النسخ ديت، بياخد وقت على حسب مساحه الاسطوانه وحسب هي دي في دي ولا سي دي، وعلى حسب قوه الجهاز بتاعك اللي هو السي دي ده جديد ولا قديم ولا ايه ظروفه، وعلى حسب برضو الاسطوانه لو كانت متجرحه او حاجه زي كده ده بيقلل من سرعته. دايما نحافظ على الاسطوانات من موضوع التجريح ده، وما نهملهاش او ما نحطهاش في جيبنا وهي من غير كفر، او الصور الاهمال المختلفه دي بتبوظ الاسطوانه، تيجي تحطها هنا لا نافعه تتنسخ ولا نافعه تاخد من عليها ايه كوبي بيست ولا اي حاجه. طبعا الاسطوانه انا بشتغل معاها عادي يعني، الناس اللي ما اتعاملتش مع الاسطوانات قبل كده، اسطوانه انا لما بدخل الاسطوانه ديت ده اللي لما فيرا ملوش دعوه بيه. الاسطوانه انا بدخل بقى كده هلاقي فايلات على الاسطوانه كده، انا بتعامل مع الفايلات دي عادي، بقوم معلم عليها واخدها كوبي عادي خالص، واقوم رايح في الحته اللي انا عايزها في الماي كمبيوتر مثلا داخل بقى دي، واقوم عامل لها بيست خلاص. ده لو انا معايا اسطوانه منسوخ عليها فعليا، يعني الاسطوانه انا جايبها عند واحد صاحبي عليها شويه حاجات، بقوم معلم الحاجات كوبي واقوم واخدها بيست عادي خالص. هنا طبعا هعمل ديليت تمبرري فايلز عشان الفايل ده يتمسح او اتمسح.
كده عرفنا ازاي بينسخ. بعد كده بدأ البرن بيبدأ زي ما قلنا ايه، ينسخ في الاسطوانه، يقعد له شويه، وبعد كده بعد ما بيخلص النسخ بيعمل عمليه الفرفاينج ديت، اللي هو يشيك على الاسطوانه ويطمن ان كل الفايلات اللي وصلتها سليم. سيف يور بروجكت، يعني المشروع النسخ اللي انت عملته ده نحفظه. يعني ايه المشروع؟ يعني الفايلات اللي انت كنت عايز تنسخها ديت نحطها في دماغنا، عشان بعد كده لو حبيت تنسخها تقول له ايه، تقول له نو. خلاص تمام. الاوديو نفس النظام، بس وانت بتاخد هتلاقي ان الظاهر قدامك اصلا غير الاوديو بامتدادات معينه. يعني انت لو بصيت هنا كده هتلاقي الاوديو بامتدادات معينه، الاول فورمات بتاع الاوديو اللي هو كاتبها لك ديت كلها فورمات اوديو، يعني زي ما هو كاتب كده، الويف والدبليو اي في والويف التاني اللي هو، وبعد كده الفي كيو اف والواما والام بي 3 والار ام اي والميدي والحاجات اللي زي دي. خلاص يبقى دي الاسطوانات او قصدي الامتدادات او التايبس الشهيره او الفورماتس الشهيره اللي هو بيتعامل معاها علشان تعمل اوديو سي دي. بتختار برضو الاوديوز، هتلاقي اصلا الحاجات الوورد والحاجات اللي بتاع مظهر عندك. يعني انت لو قلبت هنا هتلاقي الحاجات اللي فيما عدا الاوديو مش هتشوفها انت هنا اصلا، هتبقى مخفيه بالنسبه لك، لان الجهاز دلوقتي بيدور على حاجات اوديو، على حاجات ايه، صوت. نفس النظام، بعد ما تضيف بقى تقوم عامل له ايه، بيرن، وايه نفس النظام اللي احنا قلنا عليه قبل كده. الفيديو نفس الطريقه، كوبي سي دي زي ما قلنا، هتقوم ضغط كده وبعدين ايه، هتقوم ايه، طبعا انا هنا مني مش حاطط اسطوانه، انا حاطط اسطوانه هيقول لي بيرن، اقوم ضغط على بيرن. هنا بقول له نمبر اوف كوبيز، يعني انت عايز تنسخ كام اسطوانه. قد يكون انت عندك اسطوانه عايز تحطها على 10 اسطوانات، يعني انت عايز تنسخها 10 مرات، تمام، مع الاحتفاظ بالاصل زي ما قلنا. يبقى انت دلوقتي هتقوم ايه، لما تحط الاسطوانه هنا هتلاقيه هو ايه لوحده عارف ان الاسطوانه موجوده اللي هي السورس درايف ده اهي، ويقوم قايل لك بيرن، تقوم واخد منها نسخه، بعد شويه يقول لك انا عملت منها بيرن، يقول لك دخل لي الاسطوانه الفاضيه، تقوم مدخل له الاسطوانه الفاضيه وضغط له اوكي يشتغل معاك عادي. برضو الفوتو بتقوم داخل بس مختار ايه، امتدادات الفوتوز، امتدادات الصور. كويس اهو، بس في الفوتو ايه، انت بتقوم ايه، بتبدأ بقى تضيف الصور بتاعتك من هنا. مفتحش ليه؟ ده في براوز ثانية. ايوه، يعني انت بتضغط على الزرار ده، انا اصلا ما خدتش بالي، بتضغط على زرار البراوز ده وبعدين بيفتح لك هو قائمة تانية فيها براوز، تقوم ضغط عليها، تقوم عامل بقى تعمل سيرش هنا، تبدأ تدور على الفوتوز بس، يعني تقوم داخل اهي، هنا في صور هتظهر. لو كان في جنب الصور هنا هو ملف وورد او ملف فيديو او حاجة مش هيظهر، لان انت هنا بتدور على حاجة معينة، فما بيظهرلكش غير حاجة انت بتدور عليها، صور بس. ابدأ احط الصور هنا، اختار الصورة واقول له اوبن، بتتحط بقى الصورة عندي. بعد كده بقى اكمل الايه الموضوع عادي، وبعد كده بضغط نيكست واكمل معاه. الحاجات الباقية او الحاجات اللي انا بعديها دي حاجات سهلة، يعني اي واحد يقدر يعملها ومش هيحصل معاك ان شاء الله فيها مشاكل. البوتابل سي دي برضو عاملة زي النسخ للصورة التانية، بس هتنسخها بطريقة ان هي ايه، بوتابل. فلما تعمل اد هتبقى انت بتنسخ الفايل، هتدور على الفايل اللي هو انت عايز تعمله بوتابل ده، وغالبا بنعملها او ان احنا بنعملها، يعني قصدي في ايه، في اسطوانة النسخة، هتدور على النسخة اللي عندك على الجهاز اللي موجودة انت ناسخها من اسطوانة، وعايز تعملها اسطوانة ايه، بوتابل سي دي، عشان تعمل منها تسطب منها وتنزل منها نسخة بعد كده. برضو كل الحاجات بنفس الطريقة، وكلها خطوات سهلة، يعني حتى الريكورد تي في شو والكابتشر فيديو ديت، بس انا للأسف ما عنديش كاميرا والحاجات ديت. فلو يعني حابب تجرب فيهم جرب، اضغط عليه، وهو البرنامج سهل جدا وفي اوبشنز كتير زي ما انت شفت، تقدر تعمل بيه حاجات كتير جدا. يبقى انت تقدر تستغل الكمبيوتر او الحاجات استغلال كويس. بعد كده بقى في البرنامج فيه شوية كلام عادي، ده السيريال والبتاع بتاعه، بيعمل تشيك ابديت، بتحدد له ان الرقم ان هو ايه، ان هو يشوف اذا كان في تحديث كل قد ايه، ولو انت موصل بالنت تقول له تشيك ناو، شوف لي في تحديث ولا لا، السيريال نمبرز بتاعته. تقوم ضغط عليه تاني، ممكن تغير شكله، تقوم ضغط من هنا تبدا تختار الالوان،
اللي هو ايه، لو لون مش عاجبك ممكن تضغط من هنا كده تقوم فاتح لك القايمه ديت، يضيف لك شويه ابلكيشنز للحاجات اللي انت بتتعامل معاها ديت، ممكن ايه يكون ايه اسهل بالنسبه لك. يعني اللي انا جبته ده اهو، ايوه النيرو اكسبريس. في ناس بتحب تنسخ صورات بالنيرو اكسبريس ده، تقوم داخل على الداتا، تقوم داخل على الداتا ديسك او البوتابل ديسك داتا والميوزك اهي، كل الحاجات اللي احنا قلناها، بس ايه بس موجوده في قوائم كده. في ناس بتحب الموضوع ده، نفس الحاجات اللي احنا قلناها بالظبط. خلاص ديسك ايمج اور سيف ذا بروجكت، يعني ايه لو انت عندك ايه ديسك ايمج، يعني قلنا الايمج صوره لاسطوانه حقيقيه موجوده على الجهاز، اسطوانه حقيقيه خدت منها صوره طبق الاصل حطيتها على الجهاز بتاعي، فعملت الموضوع ده سميته ديسك ايمج او سيف ذا بروجكت، يعني بروجكت محفوظه عندي. خلاص هنلاقي تحت دايما في تول لو انت عايز تعمل ايه ريز ديسك ديت وديسك انفو ديزاين كفر، ممكن كفر ديزاينر ده تعمل ديزاين للكفر بتاعك، كفر اللي انت عايز تحرقه على الاسطوانه. بس قلنا لما تيجي تحرقه تقلب الاسطوانه، يعني الاسطوانه دايما بيبقى الجزء اللي بيلمع تحت واللي ما بيلمعش فوق، احنا قلنا هتعمل عكس وانت بتعمل تنسخ ايه الكفر دوت. بس كده اظن ان احنا استعرضنا يعني بعض الموضوع، بعض الموضوعات الكويسه في موضوع النيرو ده. طبعا هتلاقينا برضو النيرو ميديا بلاير اللي هو اللي عامل زي الويندوز ميديا بلاير كده او زي الريال بلاير، بيشغل حاجات الصوت والصوره. هتلاقي النيرو شو تايم ده برضو بيشغل الحاجات، وهنا الديزاينر اهو، والنيرو اكسبريس، والنيرو ايه النيرو فيجن اكسبريس اس اي اللي احنا كنا بنتعامل معاه من شويه، الحاجات زي دي. خلاص لو حابب تقفل دي بتقفلها من هنا. انت لو دورت في البرنامج وحاولت وجربت هتلاقي فيه ايه شوية حاجات ايه كويسة. ده اللانجوج برضو، طبعا للأسف الشديد مش هتلاقي عربي. تقوم مرجع الانجليزي تاني، وراح فين؟ هنا ريستور ديفولتس، لو انت غلطت اي غلطه وانت بتعمل ومش عارف انت تعمل ايه، تضغط على ريستور ديفولتس يرجع لك البرنامج لوضعيته الاصليه، وضعيته الافتراضيه يعني. بس هنا لو انت عايز تغير الفريم كولر بتاع، تلعب شويه في الكولرز وفي الباك جراوند والحاجات ديت، بس مفيش يعني حاجة بعد كده في البرنامج. حتى ايه الحاجات اللي هي البسيطة او اللي فيه ديت ممكن انت تجرب فيه بعد كده. وايه واحنا كده صعدنا اغلبه، ويعني ايه برنامج زي ده جرب فيه زي ما انت عايز وتعلم فيه زي ما انت عايز. الحاجات اللي انا يمكن تكون نسيت اقولها او ما جربتهاش قبل كده او ما عرفهاش، جرب فيه انت وانت هتعلمه. ايه برنامج سهل وبسيط ومفيد، يعني ارجو ان انا اكون قد وفقت في اختياره، وسامحوني على ان الفيرجن بتاعه قديم. انا عارف طبعا ده الناس دايما بتحب الفيرجنز الجديده، ودايما بيبقى حاجه يعني مش مستحبه بالنسبه لها ان انت تسجل على فيرجن قديم. بس انا يعني ده اللي عندي على الاسطوانه وكده، وفي نفس الوقت يعني ايه ده اللي بتعامل معاه كتير. يعني انا برضو عايز اشرح على فيرجن انا بتعامل معاها ايه، وانا اتعاملت معاها قبل كده كتير. طبعا الحاجات اللي بنقولها كل حلقة، ان طبعا لو حد عايز يستكمل اي حلقات من اي من حلقات سنة اولى كمبيوتر، يدور على جوجل على سنة اولى كمبيوتر، وطبعا عنده اللينك بتاع الاكونت لو عايز يدخل عليه على طول، يدخل على الحساب اللي موجود ده. بس طبعا سنة اولى كمبيوتر على جوجل، لو انت عملت سيرش عن سنة اولى كمبيوتر على جوجل ده بيسهل لك الموضوع، وفي نفس الوقت بيتيح لك ان انا لو عملت تحديث للنظام اللي احنا شغالين بيه ده، انك تلاقي الحلقات. يعني قد تشوف انت الحلقه ديت مثلا بعد ما انا سجلتها بشهرين مثلا، فكون انا خلال الشهرين غيرت النظام وحطيت حاجات، عملت اكونت تاني او عملت اي حاجه من اللي ممكن تحصل ان شاء الله في المستقبل. فيعني ايه دايما كل شويه كده ببحث عن سنه اولى كمبيوتر على جوجل، لو شايف ان انت محتاج تعرف حاجه في الكمبيوتر، لو شايف ان انت خدت حصيلتك الكافيه او كده واستكفيت، خلاص ابتدي انت بقى يعني تتوسع في الكمبيوتر بالتجربة، اللي هو ايه تجرب كذا برنامج وتجرب كذا حاجة وتقرا مواضيع على المنتديات وتابع الجديد، تخش على مواقع الشركات اللي احنا بنتكلم معاها وتتعامل معاها ديت لو كنت بتعرف اللغة الانجليزية شوية وكده، وتبدأ تتعامل مع الموضوع وتبدأ تطور مهاراتك. طبعا لو حد عايز ينضم لفريق العمل يراسلنا ويتصل بينا،
وطبعا اللي عايز ينشر السلسلة في أي مكان وبأي وسيلة يعني ربنا يعينه ويوفقه، خاصة لو كان بين أقاربه وأصدقائه، ويعيننا إن شاء الله على نشر السلسلة أكتر وأكتر، وياخد هو معانا إن شاء الله الثواب. ربنا يتقبل منا جميعا ويجعل يعني العمل ده كله خالص لوجهه، ويجعله عمل صالح في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. أظن أنا كده مفيش حاجة تانية محتاج إن أنا أقولها، وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.